حنا نبيعوا في طابليات في الدخول المدرسي، انا دايرين لي بري في لي نورد فهمتيني، سما ما غاليين ما رخاص بارابور على الحوانت، راهم شويه طالعين بصح لهنا كي تجي ميسون يجي راهم ب 60000، ما من الكبار كاع راهم ب 60000، تاع الشيوخهم 60000، سما لي بري راهم ملاح، الناس راهم يشرو فهمتيني، راهم يشرو وراهي مليحه والله الحمد لله، راهم يشرو الناس راهي تشري، السومه مساعدتهم والحمد لله. أسعار متوسطة مليحة مقبولة مليحة في المتناول الجميع، يعني حاليا لأني مانيش من الجزائر العاصمة، خارج جزائر العاصمة جيت نقضي لولادي، أسعار معقولة مليحة. اللي بدينا في الحوايج تقريبا رانا في واحد، مشيناش كل شيء، كل واحد شوية شوية هكذا، شنو واحد ربع ملايين هكاك، ربع ملايين ونص بين هكذاك. كان يقبل كبير على هذه بيريود، خاطر باينه بيريود تاع قرايه، وانا كي تعرف انا جايبينهم بسومه شغل سوا ما تلقاش منهم، انا نبيع فيهم 80000، نجي واحده اخرى تلقاها 150 160، تسمى انا شغل هنا في السوق راهم طايحين عليهم شغل، انا بيان كما يقولوا. يعني درت جوله باسكو كاين لا غونتخي تاع المسيد، وهم يبيعوا سومه معقوله مليح، يساعدوا زواوله حاجه مليحه. لي طابلي كان يديروا 50 60 يعني كارطاب، كل واحد يكون في مقدوره. نتمناو دخول المدرسي ان شاء الله يكون مليح، وان شاء الله يقراو مليح، وحنا رانا هنايا ورانا معاكم.